قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. باب: كيف كان بدء الحيض؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. نعم، يريد حديث النبي أكثر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي نقل عنه أنه قال: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، يعني كأنه قبل بني إسرائيل ما في حيض، يعني نساء قبل بني إسرائيل لم يكن يحضن، وإنما وقع الحيض في نساء بني إسرائيل ثم من بعدهن إلى يومنا هذا. والحافظ البخاري رحمه الله تعالى يقول: وحديث النبي أكثر. أكثر أي أصرح في هذا الأمر، لأنه قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وبنات آدم ليس فقط بنات بني إسرائيل، والصحيح أن الحيض والظاهر أنه مكتوب على جميع النساء من حواء إلى يومنا هذا، وليس خاصا بنساء بني إسرائيل كما نقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. حتى إن قول ابن مسعود الذي نقل فيه أنه أول ما وقع على بني إسرائيل الحيض، يعني ماذا فعلنا لما وقع عليهن الحيض، لا أنه هو أول ما وقع ولم يقع قبله شيء. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. والقاسم هنا الذي يروي عن عائشة هو ابن أخيها، القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، عائشة خالته رضي الله عنها، وإسناده إلى عائشة من أقوى الأسانيد. نعم. قال: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. نعم، يعني كانت بنو إسرائيل، وهذا موجود في التوراة المطبوعة حاليا، عندهم أن المرأة إذا حاضت تكون نجسة لمدة أسبوع، لا يؤكلونها ولا يجلسون معها ولا يتحدثون معها ولا يشربون من بعدها أبدا، لا يخالطون أبدا، نجسة لمدة أسبوع. وإذا نفست، يعني إذا ولدت المرأة عندهم، إن جاءت بذكر فكذلك نجسة لمدة أسبوع، وإن جاءت بأنثى فهي نجسة لمدة أسبوعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذا الكلام باطل، وأن الحائض يعني كل ما في الأمر أنه ينزل عليها دم دون اختيارها، لكن لا تكون نجسة. الدم ينجس، حتى الرجل يخرج منه النجاسة، البول والغاض يخرج من الرجل، والمرأة تزيد على الرجل في دم الحيض، فهي لا تكون نجسة، وإنما الدم الذي يخرج منها نجس، كما أن الدم الذي يخرج من الرجل كذلك، أو البول أو الغاض نجس، فهي لا تكون نجسة، فيؤكلها ويجالسها وينام في حجرها وترجل شعره. وكان النبي مجاورا أي معتكفا في المسجد صلوات ربي وسلامه عليه، فيخرج رأسه من المسجد، لأن بيت النبي ملاصق للمسجد، فيدخل رأسه إلى البيت من الكوة النافذة الصغيرة، وعائشة في البيت ترجل شعره وهي حائض،
لكن لا تستطيع أن تدخل له المسجد لأنها حائض، فهو يدخل لها رأسه فيترجله. فالقصد يريد أن يبين أن الحائض ليست بنجسة، وإنما الدم الذي يخرج منها نجس. نعم. وهشام بن عروة عندما يقول حدثتني عائشة يقصد خالته، هو هشام بن عروة ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وعائشة خالته. نعم. قال: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال حدثنا يعني علاق بحقيبة أو شيء ما شابه ذلك. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينز أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة في طمس مضطجعة بعدين خميصة في خميصة إذ حثت أحسن الله مضطجعة في خميصة إذ حثت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم، يعني فيه أن الحائض حتى تنام مع زوجها، لكن هو الممنوع الجماع، فهي لما نزل عليها دم الحيض بدأ خرجت ولبست لباس الحيض، لهم في ذلك الوقت لقلة الثياب وكافي ثياب تلبسها للحيض ثياب تلبسها للمناسبات العادية وكذا. فقال: ما لك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: تعالي، ما لك، لا تبتعي، لا يعني لست نجس، هذا حيض. المهم تتلجم، يعني تضع شيئا يمنع نزول الدم حتى لا يصيب الفراش وتنام، ما فيها أي شيء، حياة طبيعية جدا. نعم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، كما قال لعائشة أيضا في الحج لما بكت قال: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتب الله على بنات آدم. نعم. والخميلة والخميصة كلها أنواع من الثياب، الخميصة والخميلة نوع من الثياب. نعم. وتطلق الخميلة على ما يتغطى به، يقال له خميلة، يعني هو كلها قماش، الخميلة والخميصة والقطيفة كلها نوع من الأقمشة. نعم. قال: باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم. تتزر، يأمرها أن تتزر لأجل أن يباشرها بالتقبيل باللمس وكذا، المهم أنه لا يجامع، هذا الممنوع على الحائض أن يجامعها زوجها. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. نعم. خالد الواسطي وجرير بن عبد الحميد. المهم هنا أن عائشة رضي الله عنها تقول في فور حيضتها، أي في بداية الحيضة، يأمرها أن تتزل لأن قد يخرج الدم فقط، وتقول: أيكم يملك إربه، يعني تحذر لا تفعلوا ذلك. أنتم ترون الآن يعني أو تسمعون أن بعض الناس يباشر زوجته وهو صائم في رمضان ثم يقول: ما ملكت نفسي وجامعتها. فليس كل أحد يملك إربه، أي يستطيع أن يمتنع عن الجماع إذا بدأت الشهوة تزيد عنده. ولذلك حذرت عائشة قالت: أيكم يملك إربة، يعني احذروا لا تتساهلوا في هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة أن قال سمعت ميمونة قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. نعم يقصد نقصان دينها ونقصان عقلها هكذا خلقها الله تبارك وتعالى أنها لا تصلي بقدر ما يصلي الرجل أقل صلي أقل لأنها لا تقضي صلاتها وفي كل شهر أسبوع كامل لا تصلي أو أقل أو أزيد حسب تختلف النساء في حيضها بعض النساء تحيض يوما واحد وهذا قليل نادر وبعض النساء تحيض 15 يوما وبينها أي بين هذين الرقمين نساء كثيرات فلا تقضي هذه الصلاة كل شهر يعني كل شهر 7 أيام ما تصلي هذا أغلب النساء فهذا نقصان دينها لكن هذا لا تأثم به لا تأثم به لكن المقصود أن الرجل يصلي أكثر من المرأة وأما نقصان عقلها فإن عاطفة المرأة أقوى من عقلها عاطفة المرأة أقوى من عقلها تتصرف بعاطفة أكثر مما تتصرف بعقل هذا غالب النساء قد تكون بعض النساء تقدم العقل على العاطفة كما أن بعض الرجال يقدم العاطفة على العقل لكن غالب الرجال يقدمون العقل وغالب النساء تقدمن العاطفة ومزج الله بين الرجل والمرأة لتجتمع العاطفة مع العقل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء النساء أنهن أكثر أهل النار لأن العاطفة عاصفة وتؤدي بالإنسان إلى الشر والعياذ بالله ولذلك هذه العاطفة قد تؤذي كثيرا من النساء أنها تصرف تصرفات يعني غير صحيحة بسبب هذه العاطفة ولذا قال الله جعل شهادتها نصف شهادة الرجل قد تشهد لعاطفتها وكذلك قد تتصرف بعاطفة أحيانا وإذا قال يكثرن اللعن لأنها بعاطفة غضبت أو كذا لعنت تساهلت في هذا حتى إن بعض أهل العلم قال إن قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين قال ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا ولم يقل لعنة لأنها تكثر اللعن فلا قد لا تؤثر فيها اللعنة لهذه الدرجة فالقصد أن هذا ليس عاما ولكنه في أكثرهن ويذكرون عن بعضهم ويذكروا عن هارون الرشيد أنه يقول في يوم من الأيام جاءتني أموال فقالت لي زبيدة هبها لي زبيدة زوجته قالت هبها لي أكثر من 200,000 يقول في ذاك الوقت قلت هي لك فلما أصبحنا تخاصمنا في أمر فقالت ما رأيت منك خيرا قط فضحكت قالت وتضحك يعني أنا معصب وأنت تضحك قالت وتضحك قال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها طول الدهر فإن أساء إليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط البارحة أعطيتك 200,000 ما مدان تلسيتي البارحة أعطيتك 200,000 والآن تقولين ما رأيت منك خيرا قط هذا أمر عجيب سبحان الله هكذا خلق الله الناس نعم قال رحمه الله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم
ويدعون فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج هذا العام. قال لعلك نفستي؟ قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، يعني هذا الباب أراد البخاري رحمه الله تعالى يتكلم فيه عن حكم الحائض أو الجنب، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. وكأن الإمام البخاري يميل إلى أنها تقرأ، ما في شيء يمنع الحائض من قراءة القرآن ولا شيء يمنع الجنب من قراءة القرآن. ثم ذكر آثارا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، ومما يفعله الحاج يقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك قول إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا أن يقرأ القرآن، وخالفه غيره. نقل عن ابن مسعود وسعد وسلمان أنه قال لما قيل الحاج تقرأ القرآن قال ولا آية، ولكن هذا أصح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال وكان النبي يذكر الله على كل أحيانه، أي يقصد وهو جنب وهو غير جنب، ومن ذكر الله قراءة القرآن. كذلك قالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحي فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون، ومن الدعاء والتكبير آيات أحيانا تقرأ في الدعاء. وقال ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فهذه آية وأرسلت إلى كافر يقول. وكذلك قال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت غير لا تطوف. وقال الحكم طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم انسكت غير أن لا تطوف، إذن باقي المناسك كما قلنا قبل قليل من الذكر وغيرها. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب، لأن الجنب لابد أن يقول بسم الله، الذي يذبح يقول بسم الله الله أكبر، فذكرت اسم الله وأنا جنب ما فيها شيء. فالقصد أن البخاري يميل إلى أنه الجنب له أن يقرأ القرآن وكذلك الحائض، وهو فعلا لا يوجد حديث صريح صحيح في هذا المعنى، وإنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أتقرأ الحائض القرآن أو الجنب؟ قال لا ولا آية، لكنه ضعيف. وبالتالي يبقى عندنا الأصل وهو جوازه القراءة والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم إلى الإمام البخاري. قال حدثنا عبد الله بن يوسف باب الاستحاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. باب غسل دم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة الدم حسن ما شاء الله عليك أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. تقرصه أي بيدها، تفركه بيدها هكذا. نعم. وقال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب
قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. باب اعتكاف المستحاضة. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقال زعم أي عكرمة بالإسناد السابق مقصود نعم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. نعم هنا قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من بعض نسائه وهي مستحاضة. ذكر الحافظ بن حجر أنها أم سلمة، أن عائشة تقصد أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهنا في قولها إن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده، تقصد رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها. نعم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. لأن المستحاضة غير الحائض، الحائض هي التي لا تصلي، أما المستحاضة إذا تلجمت أو منعت نزول الدم في المسجد حتى لا يلوثه فإنه لا شيء عليها، المستحاضة تصلي وتعيش حياتها طبيعية، وإنما الكلام في الحائض. نعم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. نعم. اللاتي اشتهرنا بالاستحاضة، وذكر البعض أن الاستحاضة قد يكون شيئا وراثيا، قد يكون شيئا وراثيا، وإذا قال أهل العلم إذا تجاوزت حيضة المرأة أيامها المعدودة واستمرت على هذا التجاوز حتى تجاوزت 15 يوما فإنها تنظر إلى أخواتها أو إلى أمها أو بنات عمها، يعني لأن قضية وراثية، تنظر كم يحيضن فتحيض مثلهن أو على سائر نساء المسلمين، يعني 6 أو 7 أيام على نساء بني آدم بشكل عام. فبنات جحش اشتهرن بالاستحاضة، وهن 3 كما قيل: زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش، وأختها حمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف، يعني طلحة وعبد الرحمن بن عوف عدل النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 3 اشتهرن كنا يستحضن، خاصة يعني حمنة وأم حبيبة أكثر من زينب. نعم. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. نعم. ابن أبي نجيح وقوله أصاب بريقه فقصعته بظفرها يقصد أنه تنظيفه بهذه الطريقة، أنه يزال أصله، يبقى الأصل، أما الأثر الباقي كاللون والريح فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت. قال أبو عبد الله والبخاري، البخاري هو أبو عبد الله، قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة، يعني وقع الشك في الراوي عن حفصة. نعم. أيوب أو هشام. نعم. قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب،
وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد أنه وقع الشك من الراوي، ثم رجح البخاري أنه رواية هشام بن حسان عن أم عطية. قوله هنا كنا ننهى أن نحد أو نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، يعني لا يجوز المرأة أن تحد على أبيها أو أخيها أو ابنها أو أي أختها أي أحد توفي، أن لا أذن لها أن تحد ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز. ولذلك أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان بعد ثلاثة أيام قالت: أعطوني شيئا من الطيب. قالت: والله لا حاجة لي بالطيب، إلا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة لا أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهي كانت تريد أن تحد على أبيها أكثر من ذلك، لكن الشرع أولى بالاتباع، فالزوج تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، أما على غير الزوج فأذن لها ثلاثة أيام فقط، لها أن تحد ثلاثة أيام، لكن فوق ثلاثة أيام لا. قال: ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، هذه ثياب يمنية تصبغ ثم تنسج، فهذا ليس مقصودا في الحديث، يعني الثوب لو كان مصبوغا لكن في الأصل قبل يعني نسجه فهذا لا بأس به. وكذلك قولها هنا: اغتسلت إحداهن من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا نهى عن اتباع الجنائز. الكست أو أظفار، في رواية كست أظفار أو كست أو أظفار، كلها أنواع من الطيب، كلها أنواع من الطيب، أنها تستخدمها إذا طهرت من الحيض حتى تذهب رائحة الدم. نعم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. فرصة، فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري، فاجتبثتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. نعم، يعني المرأة ما فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تطهري بها. قالت: كيف تطهري بها؟ والنبي حي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول لها هذا الكلام؟ قال: تطهري. عائشة تقول: أنا استوعبت الأمر فأخذتها على جنب وقلت: تتبع أثر الدم، يعني ضعيها على مكان خروج الدم وهو الفرج، وكان النبي يستحي أن يقول: ضعيها على فرجك. فعائشة نبهتها قال: ضعي مكان الدم، أين من أين يخرج الدم، ضعي هذه الفرصة، أي لتذهب رائحته الدم. نعم، وهذا من يعني تنبه عائشة رضي الله عنها لهذا الأمر. نحن نتكلم عن عائشة رضي الله عنها، عمرها الآن 15 سنة 16 سنة، ترى صغيرة جدا، وتوفي النبي وعمرها 18 سنة رضي الله عنها. نعم. باب غسل المحيط. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها، فأخذتها فجبثتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. يقال جذبته وجبثته، يعني تشوفهم مرة يقول جذبت ومرة يقول جبثت، تصح في اللغة هذه أو هذه. نعم. أحسن الله إليك. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيط. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج
أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي معهم أن يجعلوها عمرة. والمرأة إذا حجت وحاضت ولو كانت يعني متمتعة إلا أن تصير قارنة، تصير قارنة رغما عنها، لأن لا المتمتع يتحلل، هي لا تستطيع أن تتحلل، لا تستطيع أن تطوف، الحائض لا تطوف بالبيت، فهي لا تستطيع أن تتحلل، فتتحول حجتها من متمتعة إلى قارنة. فلما قرنت رضي الله عنها قالت أنا بعمرة مع الحج، يعني تكون عمرة منفصلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أخا عائشة أن يأخذها إلى التنعيم، ولذلك يسمونه اليوم مسجد عائشة. أخذها إلى التنعيم، أحرمت من هناك، ثم اعتمرت بعدما انتهى الحج رضي الله عنه، لذلك سميها بعض أهل العلم عمرة الحائض. نعم. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. نعم، يعني ما أمرت بصدقة ولا صوم بدل الصدقة ولا هدي، لأنها لم تفعل شيئا يعني مخالفة فيه، وإنما هذا كان رغما عنها، فتحولت المتمتع عليها هدي لكن لم يكن عليها هدي رضي الله عنها. نعم. باب قول الله تعالى مخلقة وغير مخلقة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن جميع نسائه كما مر بنا قريبا، أهدى بقرة عن جميع نسائه صلى الله عليه وسلم، وهن سبع حججنا معه. نعم. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. طبعا قولها أمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم تريد أمرني أن أخرج إلى التنعيم، لأنه أمرها بالعمرة، هي التي طلبت رضي الله عنها، هي طلبة العمرة. وهنا ذكر أنواع الحج الثلاثة، وهي القارن والمفرد والمتمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولما أمرهم أن يتركوا القران إلى التمتع يعني الذين لم يسوقوا الهدي قالوا إنك لم تحل يا رسول الله، قال إني سقت الهدي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن.
نعم يعني الأمر أسهل من هذا، يعني الأمر طبيعي جدا. النساء كنا يريدنا أن يعرفن هل طهرت من حيضها أو لا، والمرأة تطهر من حيضها إما برؤية القصة البيضاء وتسمى البياض وتسمى الطهارة، وإما بالجفاف. بالجفاف يعني ينقطع الدم، بانقطاع الدم. فالتي ترى القصة البيضاء وهي مادة بيضاء لزجة تنزل في نهاية الحيض، هذه علامة أن انتهى الحيض، وهذا يحدث عند كثير من النساء. وبعض النساء أو أخريات من النساء لا تنزل عندهن القصة البيضاء، وإنما يعرفن انتهاء الحيض بالجفاف، يعني بعد ما تنتهي من قضاء حاجتها تنظر فإذا ما في دم، يجف الدم، فهذا دليل على انقضاء حيضها، هذا يعني انقضاء حيضها. فكنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن عائشة يرسلن إليها مثل البادية الصغيرة، الصحن الصغير فيه القطن الذي وضعنه على فروجهن، يعني بعد انتهاء الحين مناديل، تستخدم النساء مناديل كذا، تنظر فيه هل في دم ولا ما في دم، يعني بقايا الدم عند قضاء حاجتها. فيرسلنه إلى عائشة يقول طهرنا ولا ما طهرنا، هل في بعد في شيء ولا لا، لأن بعد الدم يأتي إيش الصفرة والكدرة، والصفرة والكدرة يعني في أثناء الحيض تعتبر من الحيض، لكن الصفرة والكدرة قبل الحيض ليست بشيء، والصفرة والكدرة بعد الحيض ليست بشيء، لكن الصفرة والكدرة أثناء الحيض حيض. فكنا يرسلنا القطن إلى عائشة رضي الله عنها يقول لها، قلنا لها ها طهرنا وما طهرنا، فتقول لا تعجلنا، لا تستعجل عن قضاء الحيض حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. وهذا كان في غالب النساء يرين القصة البيضاء. بعض النساء كنا يروحوا يضعن السرج بالليل ويشوفون في تحاتي المرأة، هذا تقول عائشة هذا ما كنا نصنعه، خل الأمر أسهل من كذي، يعني ما رأيتي أصبري حتى تري في الصباح، والله لا يحاسب على هذا سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ أتجزي يعني أتقضي، تعيد صلاتها يعني إذا حاضت. نعم. أحسن الله إليك. أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. قولها أحرورية أنت نسبتها إلى حروراء، وحروراء هي الأرض التي خرج أو اجتمع فيها الخوارج، فكانت تقول أنت على دين الخوارج، تقدمين عقلك على النصوص ولا تتبعين نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. نعم. وهذه من الحكم التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، انقلنا حياته الخاصة صلى الله عليه وسلم، لأنه قدوة الناس، كيف يتعامل الناس في بيوتهم في خصوصياتهم مع أزواجهم، فنقل هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر.
قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنا أنفست فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة أنفستي فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم سألتها أحسن الله عليك فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض فقالت الحيض أحسن الله عليك قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. نعم يعني هذا يعني السنة هذه غالبا كثير من النساء يتساهلن في عدم حضور صلاة العيد والأصل أن المرأة تحضر صلاة العيد كما يحضر الرجل حتى لو كانت حائضا حتى لو كانت من ذوات الخدور يعني البنات التي لا يخرجن إلا قليلا طبعا في السابق هذا لا يخرجن إلا قليلا لبلوغهن سن الزواج. فالقصد أن شهود صلاة العيد أمر مطلوب. نعم الحمد لله موحي السنة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ومنه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء أقراؤها ما كانت وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة تودم بعد قوئها 5 أيام قال النساء أعلم بذلك. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم قال إذا حاضت في شهر 3 حيض هذا من النوادر. المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة فقط في كل شهر مرة تحيض ولكن تختلف الأيام قد تحيض 6 أيام 7 أيام 8 أيام 9 أيام إلى 15 يوما فالمرأة تحيض في كل شهر. أما أن تحيض 3 مرات في شهر واحد فهذا من النوادر. إذا قال الشافعي ويذكر عن علي طبعا قوله في بداية الأمر قال قول الله تعالى لا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن أي أن المرأة مستأمنة على أن هذا الشيء لا يعلمه إلا هي إلا النساء فتقبل شهادتهن في ذلك. ولذلك هنا إذا قالت إني حضت 3 مرات في شهر جاء بأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت
إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضر ثلاثا في شهر صدقت، يعني وإلا فلا. وهذه من رواية الشعبي، رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه سأل شريحا القاضي عندما جاءت امرأة فقالت لعلي إني قضيت عدتي في شهر، مطلقة، قالت قضيت عدتي في شهر، فقال علي لشريح اقضي فيها، فقال شريح كيف وأنت هنا، يعني ما يصير أنا أقضي وأنت موجود، فقال علي أحب أن أسمع قضاءك أبى أشوف يعني كيف تقضي في هذه المسألة. فقال شريح إن جاءت بنساء ثقات من أهل بيتها أنها صلت امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت ثم صلت ثم امتنعت قبل وإلا فلا. فقال له علي رضي الله قالون، قالون كلمة رومية بمعنى حسن، يعني جوابك حسن، يعني إذا أثبتت أنها حاضت ثلاث مرات في شهر واحد بشهادة نساء من أهلها رأيناها تصلي ثم تقطع ثم تصلي ثم تقطع ثم تصلي، دليل على أنها كانت تمتنع لأجل الحيض وإلا فلا يقبل منها. وإنما ذكرها البخاري رحمه الله تعالى بصيغة التمريض للشك في سماع الشعبي من علي رضي الله عنه، إن كان سمعه من شريح، يعني شريح هو الذي حدثه بهذه القضية ممكن، أما أنه حضر شريحا وعليا عندما تكلم في هذا فيستبعد هذا، لأن الدارقطني وغيره قال لم يسمع شريح من علي الشعبي من علي أبدا، وقيل سمع منه حرفا واحدا يعني. فإذا كان الشعبي روى هذا عن شريح فنعم، أما إذا رواه عن مشاهدة يعني يرويه عن علي وشريح أن حدث هذه القصة أمام الشعبي فهذه غير مقبولة، ضعيفة، فيها انقطاع، والخطأ على الذي رواه عن الشعبي، يعني تشوف من الذي رواه عن الشعبي. ولذا البخاري رأتها به بصيغة التمريض، وقد ذكرنا أن البخاري إذا أتى بصيغة الجزم فهو صحيح عنده إلى من رواه عنه، وإذا أتى به بصيغة التمريض فيحتمل الصح ويحتمل الضعف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصفات والكدوات في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدوات والصفات شيئا، يعني قبل الحيض أو بعد الحيض لا تعد شيئا الكدرة والصفرة، لكن تعد أثناء الحيض. ومحمد هو ابن سيرين رحمه الله تعالى. نعم. قال: باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. الظاهر أنها ليست أم حبيبة أم المؤمنين، أن أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف والله العالم بنت أبي حبيش، نعم، أو بنت جحش عفوا. نعم. قال: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. نعم، يعني المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع ولا إلى غير بدل، يعني ليس عليها دم، يعني طواف الوداع عند أكثر أهل العلم هو واجب في الحج، فإذا لم يطف الإنسان الوداع فعليه دم. أما الحائض والنفساء فإنه ليس عليها شيء ويسقط عنها الدم، أما العاجز كالمريض والكبير وهذا عليه دم مقابل تركه طواف الوداع، أما الحائض فليس عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية بعد انتهاء الحج بقي طواف الوداع فقط، حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تنفر ولم يوجب عليها شيئا. نعم.
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفع إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. هنا يعني كان يقول لا تنفر، فلما سمع الحديث تراجع عن قوله، وهذا هو الصحيح. هذا الإنسان العاقل لا يتمسك برأيه ويعاند ويكابر. ابن عمر قال لا تنفر، فلما تبين له أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنفر، قال تنفر. ولذلك بعض أهل العلم مثلا يتراجع عن فتواه أحيانا، كان لا يعلم هذه فعلمها فيتراجع عن فتواه ولا يتردد يقول لا فشل أنا أفتيت بهذا، الحين يقول شو ما يدري، لا ما يدري شو المشكلة، يعني كنت لا تعلم فعلمته فلا بأس. ولذلك كثير من أهل عندهم يسمون تراجعات الفتاوى التي تراجع عنها وغير رأيه فيه، أو له فتوى أكثر من فتوى في مسألة واحدة، له فتويان أو كذا، ما في بس إن شاء الله تعالى يكون ما علم هذا ثم علمه فغير رأيه، هذا لا يضر أبدا. نعم. قال باب إذا وأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. نعم، يقول يعني لأن البعض يقول المستحاضة تصلي لأن هذا ليس بحيض تصلي، لكن يقول لا يأتيها زوجها من باب الاحتياط، احتمال يكون حيض وكذا، قال الصلاة أعظم. إذا أذن لها في الصلاة من باب أولى أن أذن لها أن يأتيها زوجها. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهي قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي سويج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بويدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. في بطن أي في نفاسها، في بطن أي في النفاس، وهو يسمى المبطون، يعني المبطون هو الذي يموت بسبب شيء في البطن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفتوشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.